3000 محامي سيراقبون الانتخابات في عموم العراق، تجربة أولى تطبق في البلاد بعد تنسيق مشترك بين نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات، ورش مكثفة لشرح آليات العمل تشهدها بغداد استعدادا ليوم الاقتراع. راح يكون بمرحلتين لكون الوقت متأخر أساسا. المرحلة الأولى هي مراقبة الحملات الدعائية، كما نلاحظ هالخروقات اللي تصير الآن، راح يكون المحامين لهم دور مباشر في الرقابة للحملات الدعائية، وكذلك يوم الاقتراع راح يكون معنيين أيضا بالصمت الانتخابي ومراقبة الصمت الانتخابي، ثم ينطلقون إلى موضوع سير العملية في يوم 12 إن شاء الله، سير العملية الانتخابية وكذلك الفتح والغلق والعد. عمل المحامين هو ستكون مراقبة الانتخابات، مراقبتها من بداية الحملة الانتخابية لغاية انتهاء العملية الانتخابية. سيكون هناك عندنا محامين في كافة أنحاء العراق، سيتوزعون على كافة مراكز الاقتراع، سيكون مهمتهم هي تأشير الخروقات التي تحدث ومن ثم طبيعة العمل الرقابي للمحامين بدأت فعليا منذ اليوم الأول لبدء الحملات الانتخابية، تضمنت رصد المخالفات وكذلك التواجد في جميع الفروع التابعة للمفوضية العليا للانتخابات من خلال الغرف النقابية للمحامين والتي توزعت في كل قضاء وناحية وحتى المناطق النائية. كل فريق يتكون من 10 محامين يتولى الرصد والإشراف على الانتخابات ورصد أي مخالفة، والعملية تبدأ اعتبارا من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية إلى أن تتم المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية. حالك حال المراقب اللي منتمي المفوضية راح يكون، بس طبعا تعرف أنه مع حماية اللي موفريها كمحامي أنت، يعني هذا اللي راح يختلف، بس أنه كمراقبة وآلية أنه حالك حال المراقب اللي موجود المرتبط بالمفوضية. واعتمدت نقابة المحامين والمنظمات الرقابية الأخرى الاستقلالية التامة في اختيار الممثلين الرقابيين والذين لا ينتمون لأي كيان أو حزب. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.